السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أختكم اليازي سيف الشيباني. نحن لبتيت شيف كيترينج، نوفر خدمة تقديم الطعام لجميع المناسبات وللمهرجانات وللدوائر الحكومية. من سنة بدينا تنفيذ وتخطيط لهذا البزنس، والحمد لله قبل 3 شهور بدأنا. وصاحبة المشروع هي أمي. أمي خبريهم نحن من وين بدينا. إن شاء الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، أنا والدة اليازية واسمي هيا، صاحبة مشروع لبتيت شيف. بصراحة نحن بدينا مشروعنا في 2022، بدأنا نفكر في مشروع لبتيت شيف، اخترنا الاسم وحبينا الفكرة، وبما أن نحن يعني تخصصاتنا أو نفس ما نقول عندنا لمسات في الأكل وعندنا لمسات وأفكار في الإيفنتات، نحن دمجنا الإيفنت مع الكيترينج، ولله الحمد التوفيق من الله، الله وفقنا وفتحنا الكوزين، وحاليا نحن يعني بمحاولة للناس إنها تعرفنا أكثر، تعرف شغلنا أكثر، وإن شاء الله يكون لبتيت شيف في المستقبل أقوى ويحقق يعني الهدف اللي نحن كنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير للشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمهرجان الشيخ زايد، لمنحنا هذه الفرصة إن نحن نقدم الأكل للناس والناس تعرفنا أكثر ونسمع رأي الناس عن قرب أكثر، ويعطيكم العافية، حياكم. شوفي نفسي باب شوف.